المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يصدر رسما توضيحيا يؤكد مواصلة الاقتصاد أدائه القوي للعام الثاني على التوالي رغم كورونا الدولية. البنك المركزي يرعى برنامجا مدته 3 سنوات لرفع كفاءة جمعيات التمويل متناهي الصغر. بعد تنفيذ تونس لإصلاحات في القطاع المالي والبنكي، ألمانيا تقدم قرضا لتونس بقيمة 100 مليون يورو. نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم عبر شاشة قناة النيل للأخبار من القاهرة، مرحبا بحضراتكم. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يمضي قدما في مسيرة تحقيق المستهدفات والمعدلات والمؤشرات الإيجابية، مستمرا في أدائه القوي ومحافظا على المكتسبات ومتجاوزا للأزمات. وسلط الرسم التوضيحي للمركز الضوء على مواصلة الاقتصاد المصري أدائه القوي في 2021 والبداية المبشرة للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي. واستعرض التقرير نتائج المؤشرات الكلية للاقتصاد لافتا إلى استمرار تحقيق نمو إيجابي موجب للعام الثاني على التوالي رغم كورونا، والذي سجل 3.3% عام 2021-2020 و3.6% عام 2019-2020. وقد علقت فيتش بأن مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت نموا اقتصاديا إيجابي طوال أزمة كورونا. أشاد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي خلال الفترة الماضية لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج بالمحافظات، وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، والذي حقق نجاحات كبيرة مؤخرا. وأشار الوزير خلال لقائه مع الوفد إلى التوجيهات الرئاسية بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة في جميع محافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتا إلى أن البرنامج يدعم تطبيقا لا مركزية وقابل للتكرار في محافظات الصعيد لتمكينها من إدارة عملية التنمية على المستوى المحلي. انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان سيوة للتمور، وسيستمر حتى 24 يناير الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال محافظ مطروح خالد شعيب أن المهرجان يتضمن مسابقة للتمور تشمل 10 فئات رئيسية، منها أفضل مزرعة وأفضل إنتاج وأفضل ابتكار وبحث علمي في مجال زراعة النخيل. ويهدف المهرجان إلى دعم مزارعي ومنتجي ومصنعي ومصدري التمور في الواحة وفي محافظات الجمهورية كافة. احنا النهارده يعني بنسعدنا ان يقام هذا المهرجان بتعاون وتنسيق تام ما بين وزارة الصناعة والتجارة وجائزة خليفة الدولية للنخيل والابتكار الزراعي ومحافظة مطروح، ويقام على أرض سيوة زي ما سيادتك اشرت. هي فعلا واحد السحر والجمال، ويعني واحد القلوب ومعشوقة القلوب زي ما بيقولوا. طبعا هذه المهرجانات يعني لها اهميه كبيره جدا انها بتعود بالنفع، ان احنا كل الناس زي ما احنا شايفين النهارده في المهرجان وفي المعرض موجود معانا كثير من الدول العربيه الشقيقه والدول الصديقه، شايفين كل الشركات عارضه، محافظات كلها مشتركه معانا هنا. من خلال المهرجان بيقام ندوات علميه وورش عمل، طبعا بتاخد بتوصيات نافعه طبعا، وبتعود بالنفع على المزارعين وعلى المنتجين وعلى الصناع، هذه صناعة التمور. فالنهارده احنا بنبارك ونهني انفسنا ونهني كل اهالي مطروح ونهني كل المشاركين معانا، ونشكرهم على وجودهم معانا النهارده في المهرجان الدولي المصري في دوراته الخامسه على ارض واحه السحر والجمال سيوه.
وللمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل النيل أشرف مبارك من واحة السحر والجمال. أشرف، بعد الترحيب بك، يعني أطلعنا على تفاصيل المهرجان. بالفعل يعني حنان، زخم كبير يشهده النسخة الخامسة من المهرجان الدولي للتمور بواحة سيوة، يعني هناك إقبالا كبيرا من المواطنين في هذه النسخة، بالإضافة أيضا إلى هناك نحو 80 عارض من مختلف محافظات الجمهورية وبمشاركة عدد من الدول العربية، هي ليبيا والسودان وأيضا الإمارات العربية المتحدة. يمكن مصر بتحتل المركز الأول عربيا ب 18% من الإنتاج العالمي و 24% من الإنتاج العربي. للحديث أكثر حول تفاصيل هذا المهرجان مع الأستاذ أحمد رضا، وهو ممثل وزارة التجارة والصناعة والمشرف العام على المراكز التكنولوجية داخل الوزارة. أستاذ أحمد، بنرحب بحضرتك على شتنين الأخبار، عايزين نعرف مشاركتكم كوزارة التجارة والصناعة والإشراف أيضا على إقامة النسخة الخامسة من مهرجان التمور في واحة الجمال. إحنا طبعا يعني مبسوطين جدا إن إحنا مشاركين في المهرجان الخامس. المهرجان الخامس ده اتعمل، ده بعد 7 سنة يتعمل فيها المهرجان. إحنا دورنا كوزارة ساعدنا في تأهيل المزارع، ساعدنا في إن إحنا لإنشاء الثلاجات. المهرجان بالنسبة لنا كان بداية في سيوة هنا من 7 سنين عشان نقدر نطلق منه بعد كده عدة مهرجانات، سواء محليا في الوادي الجديد أو في الواحات البحرية أو في دول تانية شقيقة زي الأردن زي المغرب حتى موريتانيا. كل ده كان بالتنسيق مع جائزة خليفة. الهدف من المهرجان دايما ان احنا نقل التكنولوجيا الجديدة، تحسين الفسائل اللي عندنا وزيادة الصادرات، فتح أسواق جديدة، ان احنا نقدر يبقى في توافق ما بين الوزارات المعنية بقطاع التمور والقطاعات الأخرى. فاحنا دلوقتي بنشتغل مع وزارة الزراعة، بنشتغل مع وزارة النقل، بنشتغل لإنشاء مناطق لوجستية، بنتكلم على أهمية الصادرات. طبعا ده كمان في ظل الاهتمام السياسي الكبير اللي الرئيس موجهنا، بحيث ان احنا نقدر نزود النخيل اللي مزروع في مصر ونقدر نستغل التمور اللي موجود عندنا كسلعة استراتيجية. 2.5 مليون نخلة يا فندم، ده التوجيهات الرئيسية. مظبوط يا فندم. طيب التوجيه ده ايه اللي تم فيه؟ احنا حاليا في طبعا عدد من النخيل تم زراعته والرئيس نفسه بيشرف عليها، زي ما شفنا الرئيس راح زار يعني عدد من المزارع والرئيس بنفسه زرع نخله، وده اعتقد ده بتبقى يعني دفعه قويه جدا للمستثمرين. احنا دورنا ان احنا نقدر نساعدهم، مش ان هم بس على الزراعه، ولكن لما بنتكلم على الصادرات بنتكلم على المنتجات اللي ممكن تخرج من التمور، زي الخل، زي الدبس، زي بدائل السكر، زي المربات اللي ممكن تطلع. كل دي مخرجات اخرى للتمور بيتم تصديرها واستخدامها محليا، وهنا بيجي دور الوزاره في انشاء المبردات وفي انشاء المصانع ومراحل الفرز ومراحل التعبئه والتغليف. فبالتالي احنا فعلا بصدد اطلاق لاول مره اول علامه تجاريه للتمور المصريه من هنا من سيوه. بشكر حضرتك جدا استاذ احمد رضا، المشرف العام على المراكز التكنولوجيه بوزاره التجاره والصناعه. زي ما احنا شايفين ايضا يعني هذا المهرجان فيه مسابقه ايضا لاحسن مزارع، احسن مزرعه، اجود منتج، يعني زخم كبير وحدث هنا يعني يهتم به اهالي محافظه مطروح ومدينه سيوه. وهناك هناك ايضا فلكلور سيوي يتم داخل يعني منطقه الالعاب الاولمبيه في مدينه سيوه. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا مراسل النيل أشرف مبارك، كنت معنا على الهواء مباشرة متابعا لمهرجان التمور من واحة السحر والجمال واحة سيوة. شكرا جزيلا لك أشرف. أعلن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن البنك المركزي سيمول برنامجا لمدة 3 سنوات لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية، بهدف بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها من الحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة على المستوى التمويلي وإدماجها في الاقتصاد الرسمي. ويستهدف المشروع على مدار السنوات الثلاث ترقية 41 جمعية من جمعيات التمويل المتناهي الصغر من الفئة جيم، والتي يقل حجم محافظها التمويلية عن 10 ملايين جنيه، لتمكينها من الارتقاء إلى الفئات الأعلى، وذلك بهدف دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة ودعم الشمول المالي.
عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع نايجل تابينج ممثل الأمم المتحدة ووفد رفيع المستوى للمؤتمر الدولي للمناخ COP26 لبحث آليات التعاون بينه وبين بطل العمل المناخي رفيع المستوى المصري لمؤتمر المناخ COP27 والمنتظر اختياره والإعلان عنه في وقت قريب. وأوضحت الوزيرة حرص مصر خلال التجهيز للمؤتمر على الاستفادة من تجربة مؤتمر جلاسكو والمخرجات الناتجة عنه والتعاون البناء مع أبطال العمل المناخي للبناء عليها في مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ. استعرض وزير الإسكان عاصم الجزار حصاد مشروعات مدينة القاهرة الجديدة خلال عام 2021، مشيرا إلى أن مدينة القاهرة الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثالث. وأشار الوزير إلى أنه جاري تنفيذ 8760 وحدة سكنية بمشروع جنة، بالإضافة إلى منطقة الخدمات، بالإضافة إلى تنفيذ 17304 وحدات سكنية بمشروع سكن مصر. ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال العام الماضي بنسبة 41% لتسجل 2,049,000,000 دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخها، مقابل 1,457,000,000 دولار خلال عام 2020. وأشار المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى أنه في عام 2021 تم اكتذاب 23 مصنعا جديد، ونجح المجلس في إعادة جذب 11 مصنعا يتبع قطاع الملابس الجاهزة من المصانع الصغيرة والمتوسطة، في ظل سياسة واضحة من المجلس تهدف إلى تهيئة الظروف المحيطة بعملية التصدير. ولفت المجلس إلى أن العام الحالي سيشهد إقامة عدد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تهدف في المقام الأول إلى تنمية الصادرات المصرية والعمل على تسهيل عملية التصدير وحل أي مشكلات قد تعوق المصنعين والمصدرين بقطاع الملابس الجاهزة. قالت السفارة الألمانية في تونس إن برلين ستقدم قرضا لهذا البلد بقيمة 100 مليون يورو لمساعدتها في أزمتها المالية والاقتصادية. وأضافت السفارة الألمانية في تونس أن القرض، وهو ضمن اتفاق سابق، يأتي بعد تنفيذ تونس لإصلاحات في القطاع المالي والبنكي. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لم يتبقى لنا في هذه النشرة الاقتصادية المفصلة سوى أن نذكر حضراتكم بأهم ما ورد فيها من أخبار. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يصدر رسما توضيحيا يؤكد مواصلة الاقتصاد أداءه القوي للعام الثاني على التوالي رغم أزمة كورونا الدولية. البنك المركزي يرعى برنامجا مدته 3 سنوات لرفع كفاءة جمعيات التمويل متناهي الصغر. بعد تنفيذ تونس لإصلاحات في القطاع المالي والبنكي، ألمانيا تقدم قرضا لتونس بقيمة 100 مليون يورو. إذن مشاهدينا، كانت هذه آخر مستجدات ساحة المال والأعمال. للمزيد من المتابعة والتفاصيل زوروا موقعنا عبر الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.